بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا نتمنى عندنا امتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية 2022 الرياضيات. طبعا اكسيسيس 3 اون اوغن كونتيان 10 بول. نعم عندنا واحد اوغن فيه 10 الكرات كتبوا هنا 10 10 بول. طبعا 3 بلونش واخا 3 بويض هما بلونش 3 فيغ هما فيغ 3 فيغ اي 4 بون غوج و 4 غوج مزيان. لا يمكن التمييز بينهم اللمس اونتي او هازار سيميلتانيمو. هاي ركزوا على سيميلتانيمو 3 بول شحال كان تيري 3 و سيميلتانيمو دونك غنديرو الكومبينيزون مونتري كو بي دو ا كيساوي هاد واحد على 6 شكون هو ا نوبتينيغ اوكين بول غوج. فوالا غنجيو اول حاجة غنقولو لو تيراج سيميلتاني لو تيغاز سيميلتاني. الوغ الكاردينال اوميغا شحال عندنا سي 3 من 10. هذه مسؤول آلة حاسبة ولا ديرو هنا 10 عاملي على 3 عاملي 10 ناقص 3 7 عاملي اللي هي 10 في 9 هي كتحسب حاسب حسن في 8 في 7 عاملي على 3 في 2 في 7 عاملي. إذا هنا 3 و 4 3 3 في 4 120 ياك لأن اختزلوا هذه مع تقارن 3 المهم 120 آلة حاسبة نتوما بي دو أ أوكين بول غوج نحيدوا لي غوج شحال بقى 1 2 3 4 5 6 إذا نديرو سي 3 من 6 على الكارديان أوميغا اللي هو 120 وهذه هي 6 عاملي على 3 عاملي و 6 ناقص 3 3 انتم حسبوا بالآلة الحاسبة انتم. إذا تعطينا هنا 6 في 5 في 4 إذا 6 في 5 في 4 6 عاملي غتبقى هي 20 على 120 آلة حاسبة تشيلنا الزيرو مع الزيرو هي 1 على 6 هذاك هو المطلوب. بي دو بي اوبتينيغ 3 بول بلونش او 3 بول فير اما بثلاثة يكونوا بلونش اما بثلاثة يكونوا بلونش. شحال عندنا البلونش 1 و 3 يعني 3 من 3 او يكونوا 3 فير يعني شحال عندنا لي فير عندنا 1 و 3 عندنا 3 او 3 فير بحال 3 من 3 على 120 على 120 تساوي لنا اذا هي واحد وواحد كالكولي بي. اذا شحال عندنا 3 3 عطيونا هنا 1 زائد 1 2 2 على 120 اللي هي 1 على 60 1 على 60 ما عطاوناش القيمه ديالها. مونتري كو بي دو سي اوسي اوبتوني اكزاكتومون اون بول روج اكزاكتومون اون بول روج اكزاكتومون ركزوا على هذه اكزاكتومون اون بول روج يعني بي دو سي وحدة غوج شحال عندنا لي غوج عندنا 4 1 2 3 4 ها هما 1 2 3 4 اذا سي 1 من 4 و جوج من الباقي اللي ماشي غوج 1 2 3 4 5 6 6 جوج من 6 على 120 كارديان اوميغا. اذا هنا هي 4 وهذه 6 في 5 30 على 2 15 على 120 لان هي 1 على 2 نعم واحد لجا هي بي دو دي ليفينمون اوبتوني او موان دو بول غوج او موان دو بول غوج او موان دو بول غوج. ما معنى او موان دو بول غوج يعني بي دو دي جوج غوج جوج شحال عندنا لي غوج جوج من ربعة وحدة ماشي من غوج وحدة من ستة او ثلاثة حمر ثلاثة من ربعة وحدة صافي لا صافي بحال هكا جوج حمر وحده ماشي حمراء او ثلاثه حمر هادي او موان مو هنا 4 و 3 12 عطينا 6 6 في 6 وهنا عطينا 4 على 120 اذا هي 40 على 120 هي 1 على 3 هي 1 على 3 هذا طبعا بالنسبه للتمرين ديال البروبابيليتي. التمرين الموالي اون كونسيدير لا فونكسيون ا ديفيني سور ار بار اش اكس زائد 1 l'exponent de x. Vérifie que هادي est une primitive de la fonction h. Voilà. غنسميو حنا grand h. Grand h غنديرو لها x l'exponentielle de x.
وغنقولوا راه اش اي كونتين اي ديريفابل ونديروا مهما يكون اكس ينتمي الى ار ونحسبوا اش بريم اللي هي اكس ليكسبونونسييل دو اكس بريم ياك اللي هي الشقاق ديال الاولى مضروب في الثاني زائد الشقاق ديال الثاني مضروب في الاول. الشقاق ديال اكس هو واحد قلنا ليكسبونونسييل دو اكس وهذه قلنا هي اكس ليكسبونونسييل دو اكس. نعم بريميتيف ديال من قالوا لنا هادي ايتيم بريميتيف ديال فونكسيون اش فوالا نعملوا هنايا بالاكسبونونسيال غتبقى لنا هي اكس زائد واحد تتساوي لنا اش ل اكس وفي الاخر نكتبوا هاد الجمله نقولوا دونك هادي ايتيم بريميتيف ديال فونكسيون هادي سير كالكولي عطونا الانتيغرال اي كالكولي ناقص واحد زيرو اش دو اكس دي دو اكس. اذا اش دو اكس دي دو اكس تسبب النقطه الاصليه ديالها هي هادي هاي نوريكم هي الاصليه ديالها هي هادي هي x ليكسبونونسييل دو x موينز 0 ونعوضو ب 0 عندنا 0 ناقص عوض بناقص 1 ديك ناقص ليكسبونونسييل ديال ناقص 1 اللي هي ليكسبونونسييل ديال ناقص 1 هي ليكسبونونسييل ديال ناقص 1 نخليوها هكا. نعم من موراها جا قال لك الي دين انتيغراسيون باغ بارتي كالكولي هذا. اذا غنستعملو سؤال ثاني ياك ب بي مكمل بالاجزاء عندي جي شكون هو جي هو ناقص من ناقص واحد زيرو ديال اكس زائد واحد ليكسبونونس او كاري ليكسبونونسيال دو اكس دي دو اكس ها منزلش دو كاري. اذا الداله اي اللي كنعتبرو داله متصله هي اكس زائد واحد تو او كاري وديما ليكسبونونسيال تعتبروه مشتقه هنا نديرو بريم تنقولو متصلات هنا هي جوج عامل لاكس زائد واحد كنزلو الاس وكنقصو درجه الشق ديال اكس هو واحد صافي بقات هكا والاصليه ديال ليكسبونونسيال هي ليكسبونونسيال. دابا غنستعملو ديال باغ باغزي غنديرو جي الاصليتين ها الاصليه مع الاصليه غنديرو لانتيغرال ديال او دو اكس عامل لاكس زائد واحد تو او كاري من ناقص واحد زيرو ناقص لانتيغرال اللي مكانوش هادي وهادي غنخليو جوج برا هادي ونديرو هنا اكس زائد واحد ليكسبونونسيال ديال اكس هادي غنعوضو دي دو اكس نوبلي با دي دو اكس هنا غنعوضو ب 0 عطينا او دو 0 مزيان وهي واحد عاود هي واحد ونعوضنا بناقص واحد ناقص واحد زائد واحد 0 بشات اذا بقى هنا واحد ناقي جوج وهادي راه هي اي ناقي جوج اي اذا هي واحد ناقي جوج على او اللي هي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد هاي اذا ما قالوش مونتخي ولا هذا. دابا غنمشيو لثانيه ناخذ ورقه وسخ اخرى غنمشيو للسؤال ديال غيزودغ هادي نعم نديروها لنا جوج ا المعادله التفاضليه او اللي هي ايكغيك سكوند ناقص ايكغيك. اذا غنقولو ليكواسيون كاركتيريستيك هي ار او كاري ناقص جوج ار زائد واحد كتساوي زيرو وغنديرو لها دلتا دلتا اللي هو دلتا زيرو بين بي و لا اذا عندها حل واحد ار زيرو اللي هو ناقص بي على جوج ا اللي هو واحد نحلو المعادله هي الاولى. اذا الحل ديالها هو الفا اكس زائد بلتا ليكسبونونسيال ديال واحد اكس حيث الفا وبلتا عددان حقيقيان كينتمي المربع. نعم دابا شنو السؤال قالوا لنا هما يا غيزود هذا هو الحل ديالها مونتري كو لا فونكسيون اش اي لا سوليسيون دو او. اذا باش تكون حل خصنا نعوضوا بها هنايا ونلقاو حل. نعم اول حاجه غنشدو اش ل اكس السؤال بها يكون اش ل اكس شنو هي هي اكس زائد واحد ليكسبونونسيال دو اكس غنديرو اش بريم هي الاولى مهما طبعا الشقاق ديال هذا هي واحد قلنا ليكسبونونسيال دو اكس زائد الشقاق ديال هذا ياك من موراها نعملو بليكسبونس نخليوها هكا كاع غنديرو الشقاق مرة ثانية الشق ديال ليكسبونس هو ليكسبونسيال والشق ديال هادي هو الشق ديال هادي مضروب في إكس زائد واحد طبعا زائد الشق ديال هادي مضروب في هادي ليكسبونس دو إكس اللي هي دابا شحال طاتنا هنايا ليكسبونسيال نعملو بها عتقلنا واحد زائد واحد جوج عطينا المهم إكس زائد ثلاثة. دابا نعوضوها في المعادله باش نتاكدوا باردون
نعوضوها في المعادله التفاضليه هذه هي. نعوضوا اش سكوند اللي هي نعوض المعادله اش سكوند اللي هي ليكسبونونسييل دو اكس ليكسبونونسييل دو اكس شتوها اكس زائد 3 ماذا عندنا ناقص جوج نعوضوا باش بريم اش بريم اللي هي جوج ليكسبونونسييل دو اكس كما درناش هذه اكس زائد 1 ثم زائد اش زائد اكريك اللي هي اش اللي هي اكس زائد 1 ليكسبونونسييل دو اكس ونشطينا زيرو هذه في هذه شحطينا نعملوا اكس زائد 1 شحال تبقى لنا ليكسبونونسييل دو اكس لا هنا زائد 3 باردون باردون هنا هذه في هذه هي اكس ليكسبونونسييل دو اكس هذه 3 ليكسبونونسييل دو اكس هذه ناقص 2 ليكسبونونسييل دو اكس ضرب هذه في هذه هي ناقص 2 ليكسبونونسييل دو اكس في اكس ناقص 2 ليكسبونونسييل دو اكس زائد نشرو هذه هي اكس ليكسبونونسييل دو اكس زائد ليكسبونونسييل دو اكس هذه تلاحظوا معايا مزيان 3 ليكسبونونسييل دو اكس ناقص 2 ناقص 1 اذا وهنا هنا زيرو هذه مع هذه مع هذه هادشي زيرو هانت عندنا هنا 3 ليكسبونونسييل ووحده هي 4 ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 اذا هذا يمشي زيرو هنا اكس ليكسبونونسييل اكس زائد اكس ليكسبونونسييل اكس هي 2 اكس ليكسبونونسييل اكس هنا ناقص 2 اكس ليكسبونونسييل اكس اذا زيرو اذا طبعا غتكتبوا هنا اش الى سوليسيون دو او ونتحققوا نحصلوا اش لي زيرو قال لك اش زائد 1 اش لي زيرو ها اش نديرو هي 0 زائد 1 ليكسبونونسييل ديال 0 هي طبعا 1 صحيح اش بريم لي زيرو نمشيو للمشتقه ها المشتقه ها هي نديرو لا اش بريم لي زيرو خصني نعطينا 2 اذا نعوضو هنايا نديرو او دو 0 هي 1 هي 1 هنا او دو 0 هي 1 هنا نعوضو فين هي 0 زائد 1 0 زائد 1 اذا لاحظوا معايا مزيان 1 في 1 1 1 زائد 1 اذا هي 2 نتمم طبعا ما تبقى